رسائل المشاهدين لهالأسبوع بنبداها مع أحمد ابن لطيفة عن السفر والعمل، علما أنه الأمور متعسرة. أحمد، في حدا عم يساعدك بالسفر وهن شخصين مش شخص واحد. اسم أمك لطيف ولطفية والأسمين حلوين، يعني بس بيختلفوا بس تغيير الأحرف. فأحمد أنت حتسافر، وحرف الحرف الطال اللي هو رقمه 9 بيحمل سفر لإلك. اللي وعدك بالسفر ناطر حدا تاني ليساعده ليبعت وراك، والأمور إذا تعسرت ما تتشائموا، لانه التعسر ما في مجال، بس تعسر الشغل لينا بدها تفتح. فمشان هيك هيدي شغله كثير ما ورائيات ما احنا بنعرفها. لما الامور تقول ليش هالامور كلها عم تتعسر حوالينا، ليش هالامور عم تتخربط، ليش جاي كلها مع بعض النحس. احيانا لما بتتعسر كثير كثير بكون في ربنا تارك له فرج كبير اكبر من التعسر اللي هو مرق فيه. فمشان هيك الواحد التعسر ما يوقف قدامه وما يتذمر، يعني يتذمر منه، لانه راح يجي الفرج وراه اكبر من التعسر اللي مرق فيه. حوراء بنت فاطمة، بيمشي الحال بالزواج من حسين ابن وفاء؟ اكيد تاخده، لانه هي مائيه وهو ناري، هي اقوى منه بتطفيه، هو اسمه ناري وهو هي مائيه بتطفيه. ووفاء وفاطمه اثنيناتهم ترابي، بيمشي الحال بعمره الماي والهدى، لانه هي وجهها خير. حوراء راح تكون، حسين عصبي بس قلبك طيب يا حسين انت، وطول بالك شوي. مثل واحد قال له يا حسين ما تخانق، ما تعمل شيء، جيب البارودة قوص واطلع. فحسين كثير جريء وكثير قوي وعصبي كثير، فخفف من عصبيتك لحتى الامور تزبط. بس حوراء ماشي حالها الحمد لله. ام احمد اسم مستعار. اسمها قوي على فكرة. تغيير بيت، فيه تغيير بيت بس مش هالسنة أبدا. انتقال جديد العمل هلأ؟ لا أبدا ما فيه. بشهر 2 3 بقدر أقول لك إيه، لكن هال4 أشهر 5 أشهر لا، بكون طولوا بالكم شوي وخليه محله. أوعى يتركه يقعد بالبيت، إذا قعد بالبيت ما بقعد بيلاقي شغل. دايما واحد بده يقدم على شغل يستلم شغل تاني، ما يتركه يقول يلا عم فتش، لا هو بشغله يفتش، لأنه بكون الأمور مفتوحة. لكن إذا ترك وقعد بالبيت الأمور بتتسكر من كل النواحي. منار بنت عليا وأحمد بن نوال. هلا اسم نوال كتير صعب، متردد دايما. أحمد طول بالك عليه يا منار حبيبتي، هو منيح وجيد كتير بحبك، بس عنده مود، هو يعني مود مثل ما بقول، دايما عنده مزاجية باسم أمه. بس في أرزاق لأحمد، في حدا هيعرض عليه سفر، رح يرفض السفر أو انتقال من منطقة لمنطقة، لكن أنت ضلك وراه لأنه الانتقال لإله جيد. وأنتوا على فكرة بتسكنوا تحت سقف واحد، إذا بعدكم ما ساكنين أنتوا لبعضكم على طول. أي صار اسم مستعار. اسمك كتير حلو اللي تحت، كتير قوي اسمك، ما حدا سبقوا عليه، من أحلى الأسماء هذا الاسم. اللي اليسار ما منيح ابدا، انا ما بحب حدا يسمى اسم اليسار ابدا ابدا ابدا. تطلع على اي اسم، اسمك منيح الحمد لله. ما بعرف ليش اخترت اسم اليسار المستعار، لانه حتى ما تلفظي ما بيأثر، حتى لانه القرين بيسمع دائما الاسم الجو، حتى السلبي، اذا الواحد طلع باسم سلبي فدائما طلعوا باسم ايجابي. اكتبوه لو انه مستعار بس يكون ايجابي، لانه مجرد ما تكتبوا الاسم او تبعته كانه اخذوا القرين، اخذ عمل له شويه عرقله. في هلا زواج ما في، بس حيكون عندك بال2023 من شهر 4 رح يبلش يفتح الامور عندك. الاشياء اللي انا بحكيها دائما والوصايا اللي دايما بوصيها، يمكن اكيد عم تتابعوا الحلقات، فاعملي اللي دايما بقول المي الملح وهالاشياء والقراءات، لانه بتساعد كثير حبيبتي. وان شاء الله لانه عم تقلي انكسر خاطرها، لا ما تقولي انكسر خاطرك، لانه بيكون مش نصيب لك. هو ملعب على فكره، هذا الشخص اللي كتبتي لي اسمه هو ملعب، واسم امه ما بيمشي حاله ولا مع اي سيد، مش بس معك هو المشكله مش انت المشكله. أسامة ابن عواطف متزوج من روان بنت زينب، وبنتهم اسمها هيا، نعم عندها 9 شهور، بيسعى ايه لتغيير الوظيفة الوظيفه. والعمل ولكن الأمور واقفة.
أسامة اسمك أول من أسماء الأسد، وأنت ملك الغابة ما بنخاف عليك. الصعب بتغيير العمل، لأنك راح تلاقي عملين مثلا عمل واحد، وراح تحتار بين هاتنين، واتنين راح يكونوا منيح لإلك، بس في واحد داخل أرضك وواحد خارج أرضك، أو واحد بالمنطقة اللي أنت قاعد فيها وواحد برات أرضك، لأنه مبين أسامة كأنه هن بسفر مش بالأرض اللي هن عايشين فيها، مش يعني بأرضهم هن. البنت اسمها حلو، بتحمل باسبور غير باسبورها، بتاخد واحد معه باسبور اجنبي، بتتعلم كثير، ممكن تعمل طوب او تعمل شيء له يعني له مركزيه مثل هندسه، طوب، اختراع، بتخترع، لان البنت كثير 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 شاطره. بثينة بنت سهام، 10 تشرين الاول 78 عن الزواج. اسم امك مأخرك حبيبتي، ما بعرف هذا يعني، ما حنقول لك غيري اسمك، بس غيري اسم امك، ناديها ماما ورد، او درعيها باسم تاني لولا لحتى الامور تمشي معاك. واسم بثينة كمان صعب، عانوا يعني جميل بثينة كمان، بس لقبوه جميل بثينة قد ما عمل اشعار عن حبيبته بثينة وكمان منعوه عنها، فطلع من اسم بثينة على اسم كنزة. انا عم بعطيك نصيحة، وعملي القراءات اللي دايما كنت احكي فيهم تفتح الامور معاك. مي بنت عالية حامل، كانت سألت عن أسماء صبيان وقلتي لها عن فارس، ولكن بالعائلة في كتير اسم فارس. عم تسألك شو رأيك باسم خليفة أو هزاع أو كنان؟ هزة من أجمل الأسماء، اسمها هزة. وإذا بنت روان ريتا أو هيا؟ لا هيا أكيد، وروان اسم منيح، هيا هوائي مائي، روان كله مائي، هزاع فارس من فرسان العرب كان اسمه هزاع، وكان من اول فرسان العرب، وكان سريع جدا، ومنلاحظ بالدول العربيه لما بسموا هزاع كلهم بيركبوا خيل، ما في واحد الا ما بيحب الخيل او بيكون عنده مزرعه خيل او بيشارك بالخيل بسبق الخيل او بيركب خيل على اقل شيء، يعني هو اسم هزاع من اسم عربي.